في إطار المبادرة التطوعية لمجموعة من الطلبة خاصة طلبة السنة الثانية والثالثة وبتأثير من مجموعة من الأساتذة المدرسين خاصة الأستاذة الراسي خديجة. هذه المجموعة التي تضم في صفوفها عددا من الطلبة والمؤثرين الحريصين على إنجاح كل المبادرات الإنسانية التي ينظمها المعهد، وعلى رأسها هذه الحملة، حملة التبرع بالدم وزيارة مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفولة إلى آخره. وتأتي هذه الحملة على هامش النقص الحاد الذي تعرفه المستشفيات العمومية في هذه المادة الحيوية في جهتنا وعلى الصعيد الوطني. وقد نظم المعهد للتقنيات الشبه الطبية STEPM هذه الحملة بشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم تحت إشراف المندوبية الجهوية للصحة. والسلام عليكم. أولا كنشكر أنا اللي جات وكبتنا هذا الحدث العظيم اللي هو تبرع ديال الطلبة والطالبات في هذه المعهد ديال الممرضين STEPM. كنا درنا واحد النداء والحمد لله الطلبة لبقوا النداء. كنشوفوا الخصاص الكبير اللي كاين في المركز ديال تحقن الدم والناس كيكونوا محتاجينه، وفكرنا وقلنا علاش لا ما نديروا هذه البادرة وهذا التطوع ديال الطلبة. وكنشكر السيد المدير السي صالح بوتباوش اللي ساعدنا واللي دار الإجراءات كلها واللي قام بالإجراءات. أنا كنتشرف على التنظيم ديالها، قيدنا الدراري وكان إقبال كما كتشوفوا كتير كتير كتير، وهذا إن كان يدل فإنه يدل على أن باقي الخير. وهالطلبة من دابا دخلوا لهذا المهنة ديال التمريض، من دابا زرعنا فيهم ديك الروح ديال الحنانة والروح ديال الإنسانية والروح ديال المعاونة الغير، لأن كما كنشوفوا راهنا محتاجين نقطة ديال الدم اللي كتسمى هي الحياة. وكنعاود نشكر كل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاح هذا المهمة. وكنشكر المركز ديال تحقن الدم اللي هو بدوره ليه كامل الفضل اللي جاو بالأطر ديالو بالماتريال ديالو بكل شيء. وحنا خدامين والدراري فرحانين، وهذا نهار العيد يوم عيد، وكنتمنى بأن هذه البادرة تعود والله يجازي كل واحد عطى نقطة ديال الدم اللي كتسمى نقطة الدم قال يساوي الحياة. وشكرا وكنتمنى الخير لكاع الناس. السلام عليكم. اليوم احنا اجتمعنا طلبة المعهد STEPM باش نتبرعوا بالدم لفائدة الناس المحتاجين، نظرا لخصائص هذه الفئة سختو بين المرضى. وكنشكروا بزاف الناس اللي قاموا على هذا العمل، بينهم المدام خديجة راسي ومعهد مركز الجهوي لتحقن الدم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كطالب في المؤسسة الخاصة للممرضين وكطالب ممرض متعدد الاختصاصات، اليوم كنا في ضمن المؤسسة حملة تبرعية للدم المركز الوطني لتحقن الدم، نظرا يعني الخصائص المهول اللي كيشاهدوا هذا القطاع الخاص وهذه المادة الحيوية اللي كتعرف نقص في بلادنا. كنشجعوا كل شاب وكل شابة انهم يتبرعوا ويزيدوا تاهما ويتحفزوا على اساس اننا نقدو ارواح اخرين ونقدو ناس اخرين اللي محتاجين هذا الدم هذا. وهذه بادره طيبه من المؤسسه ديالنا اليوم باش نعطيو الدم ونقدو ارواح اخرين. وشكرا.